أحمدك اللهم أبلغ الحمد وأشمه وأشمله وأزكاه وأطيبه وأعطره، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين هادي للبشرية وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. وعندما نتفقه في الزمن في مفهوم القرآن عند الله وقيمة الدنيا وغاية المؤمن في هذه الدنيا، ندرك جانبا من معنى قوله تعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ندرك جانبا من هذه الحقيقة لماذا ختمت هذه الآية الكريمة بقوله تعالى ألا إن نصر الله قريب. انظروا إلى قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. لا يهم الشهادات في الدنيا، ولا تهم الأحكام في الدنيا، ولا تهم ولا يهم حسن السلوك في الدنيا، ولا يهم تزوير الحقائق في الدنيا، ولا يهم تضليل العدالة في الدنيا، ولا يهم شراء الذمم والضمائر في الدنيا. هذا كله لا شيء بالنسبة لله، ستقف بين يدي الله إذا كان برقبتك دم مؤمن واحد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، دم واحد. فإذا قضى لك القضاء أو برأك الناس أو مدحك الناس أو أثنى عليك الناس تذكر قوله تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، أنت اللي بدك تتحمل العذاب، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقيضنا لهم قرناء، ماذا ترونه بأم عين، وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. إذن ليسوا بفائزين في الحق. الظلم مرتعه وخيم وعاقبته سريعة وخطيرة في الدنيا والآخرة مهما ظننت أنها طالت. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى قاضيان في النار وقاض في الجنة. لكن المؤمن يتذكر قوله تعالى إذا اشتد عليه الأمر هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. والمؤمن يتذكر أيضا الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. إذن على ماذا يأسى المؤمن؟ وإذن على ماذا يفرح الظالم؟ وما الذي يجعل المؤمن يظن أنه في سوء؟ وما الذي يجعل الظالم الفاسد الفاجر القاتل المزور للحقائق القاضي بالظلم الظالم نفسه، ما الذي يجعله يفرح ويسعد في هذه الدنيا أمام حقائق القرآن هذه وما أكثر هذه الحقائق؟ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.